بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس رياضيات السنة الخامسة ابتدائي. كما راكم تشوفوا أعزائي التلاميذ، درسنا اليوم هو كيفية كتابة الأعداد بالأرقام ولكن بشكل آخر. في الدروس الأولى اللي درناها تعلمنا كيفاش نكتبوا أعداد بالحروف وأعداد بالأرقام. اليوم غادي نكتبوا هذا العدد اللي راه قدامنا بالأرقام، وهذا العدد يختلف عن الأعداد الأولى اللي درسناها. لاحظ معي، عندي 3 وحدات و9 عشرات و500 و24 ألفا. الكثير من التلاميذ يخطئون في هذا في إيجاد العدد. الكثير من التلاميذ يخطئون في إيجاد هذا العدد. لاحظ معي، عندي الطريقة الأولى لإيجاد هذا العدد. 3 وحدات يعني 3 في 1، ودير النتيجة على جهة. 9 عشرات يعني 9 في 10، وتكتب النتيجة على جهة. 500 يعني 5 في 100، وأخيرا 24 ألف يعني 24 في 1000. ومن بعد تجمع كل الأعداد وتكتب العدد المطلوب. الآن أنا عندي طريقة أخرى نظن تبان لي سهلة. نبدأ بالعدد الكبير، يعني بمرتبة كبيرة، وهي الآلاف. دائما نبدأ بالآلاف. 24 ألفا، 24 ألفا. الألف عندنا 3 أصفار، الألف توجد فيه 3 أصفار. نحط 3 أصفار، لاحظوا نفس اللون، ألفا مكتوبة باللون الأخضر، 3 أصفار باللون الأخضر، باش عزيزي التلميذ باش تفهم. الآن نحط 24 تاعي، إذن 24 ألف. ننتقل الآن إلى المئات. عندي 500، المئات راهي ملونة باللون الوردي. المئة عندها 2 أصفار، إذا كنحط 2 أصفار ثم نضيف 5 هكذا. الآن ننتقل إلى العشرات. العشرة عندها 0 و 1، نضع 0 تاعي ثم أكتب العدد 9 هكذا. ثم أنتقل إلى الوحدات. الوحدات ما عندها لا أصفار لا ولو، تكتب هكذا زائد 3. الآن 24 ألف راهي الفوق كما راك تشوف فيها، 500 هاي 500، 9 عشرات يعني 90، و3 وحدات. إذن الآن نقوم بعملية الجمع. 0 زائد 0 زائد 0 زائد 3 يساوي 3، 0 زائد 0 زائد 9 يساوي 9، 0 زائد 5 يساوي 5، 4 زائد لا شيء تساوي 4، و2 زائد لا شيء تساوي 2. إذن هذا هو العدد المطلوب، 24593. الآن ننتقل إلى المثال الثاني. لاحظوا أعزائي التلاميذ ماذا تلاحظ هنا. لاحظ الآلاف راهي في الوسط، العشرات راهي في الوسط، المئات درتها منا على اليمين، الوحدات درتها على اليسار. أنت باش تبدأ دائما تبدأ بالآلاف، دائما تبدأ بالآلاف، يعني المرتبة كبيرة. إذا كانت عندك 10 آلاف ابدأ بال10 آلاف، دائما نبدأ بالمرتبة الكبيرة. الآن عندي في المرتبة الكبيرة 9 آلاف، 9 آلاف يعني الآلاف دائما نعبر عليها بثلاث أصفار. الآلاف يعني 3 أصفار هكا نعرف. ثم أضيف العدد 9. الآن 300، المئة 0، وأضيف العدد 3. إذا ندير الترتيب، الآلاف ثم المئات ثم العشرات ثم الوحدات، ماشي ندير الوحدات هما الأولين ومن بعد ندير الآلاف. راني باغي ندير أنا بالترتيب، يعني العدد الكبير نديرو فوق والعدد الصغير في الوسط إلى آخره. الآن عندي العشرات، 24 عشرة، يعني العشرة عندها 0 و 1، نكتب الصفر تاعي ثم أضيف العدد 24، تصبح لي 240 هكذا. ثم أخيرا الوحدات 987. الآن نقوم بعملية الجمع، عملية الزائد. 0 زائد 0 زائد 0 زائد 7 يساوي 7، 0 زائد 0 زائد 4 زائد 8 يساوي 12. أكتب الاثنان وأحتفظ بالواحد. الآن 3 زائد 2 5 زائد 9 14، والواحد 15. أكتب الخمسة وأحتفظ بالواحد.
تسعة زائد لا شيء تساوي تسعة، والواحد اللي احتفظنا به تساوي عشرة. إذن 10527 هذا هو العدد الذي يريده الأستاذ منك، وهذه الطريقة الصحيحة والسهلة بالنسبة لك عزيزي التلميذ. ننتقل إلى المثال الثالث. الآن راني كبرت شوية العدد باش التلميذ نعطيه كل الأمثلة المقترحة. الآن 410 عشرات، 18 وحدة، 650 ألف، 9843 مئة. الآن نبدأ بالآلاف دائما. لاحظ في الآلاف هنا عندي حالة خاصة، عندي 650، هذاك الصفر اللي راك تشوف فيه تاع 650 ما يدخلش مع الآلاف. حذار يا عزيزي التلميذ، الآلاف عندها ثلاث أصفار وحدها دائما، هاينا باللون الأخضر آلاف يعني ثلاث أصفار، ثم أضيف 650 بها بالصفر تاعها هكذا، مش دير ثلاث أصفار وتقلع الصفر تاع 650، لا، 650 ألف يعني تكتب ثلاث أصفار تاع الآلاف ثم تضيف العدد اللي راه مكتوب أمامك 650. ننتقل إلى المئات الآن. المئات راني نشوف العدد راه شوية كبير، عندنا نعرفوا بلي المئة عندها زوج تاع الأصفار، نكتب زوج تاع الأصفار تاوعي ثم نكتب العدد هكذا. الآن ننتقل إلى العشرات. العشرات فين راه عندها صفر؟ مش تقول صاير العشرة عندها صفر، الصفر راه موجود، لا، إلا تضيف الصفر تاع كلمة عشرات اللي راهي ملونة باللون الأزرق ثم تكتب العدد كما راه به بالصفر تاعو، 410 مع هذاك الصفر تولي 4100، وعندي 18 وحدة تبقى كما هي هكذا. الآن نقوم بعملية الجمع. 0 زائد 0 زائد 0 زائد 8 يساوي 8، 0 زائد 0 زائد 0 زائد 1 يساوي 1، 3 زائد 1 تساوي 4، 0 زائد 4 زائد 4 يساوي 8، 5 زائد 8 تساوي 13، أكتب الثلاثة وأحتفظ بالواحد هكذا، 6 زائد 9 يساوي 15 والواحد 16. إذن هذا هو العدد المطلوب. إذن العدد هو 1,638,418. إذن هذا الدرس اقترحت باش نديره للتلاميذ باش يعرف كيفاش يكتب الأعداد، خاصة ربما في امتحان ولا اختبار ربما يعطيك الأستاذ مثال كما هذا وتبقى حائر ما تعرفش كيش تدير. إذن هذه هي الطريقة اللي اعطيتها لك، اعتمد عليها ان شاء الله بربي وما تزيدش تخطأ في هذا الامثلة من التمارين. وش راني داير كذلك، راني كل الدروس تاع الرياضيات كل التمارين المقترحة راني نحلها بهذه الطريقة، كل التمارين، كل اي تمرين في كتاب تاع الرياضيات سواء كان في كتاب النشاط ولا في كتاب الدروس راني نختار الحصة ونديرها على القناة. وفي الأخير نتمنى إن شاء الله بربي يكون عزيزي التلميذ قد فهم الدرس جيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.